سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل سياسة الخصوصية على تطبيقكم تيمو. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيمو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيمو. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيمو. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا ضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.